تمام. البعض طالب وقال لك فين الكابتن رضا عبد العال من منتخب مصر، السوشيال ميديا اتكلمت في كده. يا كابتن، يا دكتور، يا دكتور، الناس انت عارف الناس بقى يعني عايزه تخرج من المأزق بتاع الخروج والصدمه دي، عايزين يضحكوا ويهرجوا والكلام ده. يعني ما, ما يعني ما ليه يا كابتن؟ معلش يا كابتن رضا، فين برضه جيلكم وفين لاعبين كتير زي حضرتك زي كابتن احمد الكاس وتامر؟ فين اصلا في حتى في الجهاز المساعد للمدير الفني؟ يا دكتور انا اتكلم بمنتهى الامانه، هم الناس اللي ماسكه اتحاد الكوره ده قويره، حد لعب فيهم كوره؟ ما تقول لي يا دكتور، ما هو لعبوا مين اللي لعب؟ في ناس كتيره لعبت. مين؟ قول لي. ما تحرجنيش بقى، ما تحرجنيش. لا احنا بنتكلم بمنتهى الامانه، ما انت بص بلعيب الكوره، هو لعيب الكوره. تمام. انما انت اصلا يعني فاقد الشيء لا يعطيه، يبقى هيجيبوك ازاي؟ ده انت كل ما اكلم يقول لك ده اصل هو ما دربش درجه ثانيه. طب ما انتوا جايبين الكابتن حسن شحاته كان من الدرجه الثانيه لما كان مع المقاولين. فاز مع المقاولين، فاز مع المقاولين بالكاس والسوبر. كان في المقاولين ساعتها كان لسه درجه ثانيه، ما كانش لسه صعب. نعم. هو صعدهم وقاموا جايين لقطوه الكابتن عصام. ما هنا بقى العين، وهنا الناس. الكابتن عصام اصلا كان حارس مرمى، يعني راجل كوير يعني. وليه ما جبتش اعمل منتخب محليين برضو؟ تمام. واجيب مدرب من المدربين دولت، اخليه اكتشف واعمل صف تاني من المدربين يا كابتن رضا. ما هم فشل عشان ان هم جاملوا. ما انت كل حاجه بتجامل فيها وتجيب الرجاله بتوعك، ربنا ما بيكرمش فبتفشل، فبقوم جايين على طول يقول لك التجربه فشل. مش جه، وكان هاني رمزي جه. هاني رمزي ما كانش له ذنب، بس هي ما كانش فيه استمراريه. يعني هاني رمزي اخفق، هاتوا حد تاني وكمل بمنتخب المحليين. مزبوط. عشان يبقى عندك صف تاني. مظبوط، معاك، انا معاك فيه. واخد بال حضرتك؟ انما هو عشان لقوا ان هاني ماشي مش موفق، مع ان هاني رمزي ده انا بقول لك اهو، لان انا قعدت معاه كتير، ولما كنا في كاس العالم والله العظيم دماغه كلها كوره. كوره كابتن هاني، خلي بالك، محدش يقدر ينكر. خلي بالك الناس دي كانها احترفت، فبيبقى الفكر بتاعها اعلى من الناس اللي هي موجوده عندنا. معاك. هنا معاك. جميل. واعلى من اللعيبه، خلي بالك. يعني الفكر ما بيوصلش للعيب زي ميدو بالظبط. ما ميدو ده انا بقول لك من المدربين الكويسين، بس مشكلته ان فكره ما بيوصلش بسرعه. طب ليه برضو كان تردد ميدو مدير للمنتخب وبعدين كده لقينا كابتن وائل جمعه النهارده؟ وائل جمعه هيمسك مدير منتخب؟ ما هو مسك مدير منتخب النهارده. لا والله انت ما تعرفش ولا ايه؟ والله ما اعرف. لا كابتن وائل مسك مدير منتخب. بص النهار. اي حاجه مع الناس دي يعني مباحه. يعني وائل جمعه مع كل احترام قاعد بيحلل هناك في البوني سبورت دي، ولا البوني سبورت، واخد بالك؟ يعرف ايه. وكان مع كل احترام كان بركات مدير اداري، ما اشتغلوش الكلام ده قبل كده. واحنا بنجيبهم مثلا عشان ان هم اسماء. طب ايه خبرتهم في الحياه؟ يعني خبرتهم في الحياه ايه؟ ما هو الراجل ماشي. وائل جمعه ده لما جه اشتغل مع النادي الاهلي مشهور، فاكر ولا مش فاكر؟ فاكر، خد موسم ما كملش الموسم. يعني حصل وبدا يتكلم. انا ما بتكلمش، انت بتقول بعمل كوادر وكل الكلام ده، بس هات واحد يكون ايده في اللعبه. ما يكونش بعيد. مين كنت تفضل يكون مدير للمنتخب؟ لا بعد اللي حصل ده ما فيش مدير. اصل المدير هيعمل ايه؟ قول لي وائل جمعه هيجي يكلم الراجل ازاي؟ انت عارف لو مدرب مصري معاك، يعني لو حسام حسن اللي جه، ولا اياد جلال، ولا اي حد من المدربين المصريين، ماشي هات له واحد هيعرف يتكلم معاه. وائل جمعه هيتكلم مع الراجل ده ازاي؟ بالاشاره؟ طيب. لا هو معاه لغه كابتن وائل، معاه لغه وفي مترجم، لغه كبير، واللغه الانجليزيه. في مترجم هيبقى موجود. طب وليه بقى؟ ما احنا هنحمل اعباء. يعني انا عايز اعرف